من جهتها شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن وفد رفيع المستوى يضم وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في أعمال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين المنعقد في مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان في جمهورية الصين الشعبية. المزيد عن هذه المشاركة في سياق التقرير التالي. شاركت مملكة البحرين في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بوفد رفيع المستوى، وخلال مشاركته في المنتدى أكد السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والممتدة ل35 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تعد نموذجاً للدعم والمنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ما بين الدول التي تختلف من حيث طبيعة حجمها وأنظمتها. طبعاً إحنا تواجدنا هنا نشوف نتعرف على الفرص المتواجدة بالنسبة للاستثمارات الصينية في البحرين، وكذلك تعزيز التجارة البينية بيننا وبين الصين الشعبية. وكذلك هذا المنتدى مهم بتواجد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بحضور جميع وزراء التجارة والاستثمار في مجلس التعاون الخليجي، وهذا التواجد يعزز من العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين الشعبية وبصفة عامة، وبصفة خاصة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والصين. يذكر أن حجم التجارة غير النفطية ما بين البحرين والصين قد بلغ في العام الماضي نحو 2.18 مليار دولار أمريكي، فيما استوردت البحرين بمقدار 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، لتبقى الصين الشريكة التجارية الأكبر للبحرين. وقد باتت المملكة سوقاً واعدة للاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية من موانئ وتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. احنا اليوم في المنتدى الخليجي الصيني لدور كبير وهدف كبير، وخاصة بالنسبة حق العلاقات التجارية في القطاع الخاص. واليوم في المنتدى صار تدشين علاقات إنها تزيد في التقنية التكنولوجيا في موضوع صناعات التطورات الصناعية، وعلى ذو كل ذي ممكن احنا نركز على شيء واحد له مهم، ان الصين مع دول الخليج لها عمق اقتصادي سياسي كبير. طبعا احنا اليوم موجودين من المنتدى اللي احنا شفنا ان الاخوان مجلس التعاون كلهم متواجدين مع الجماعة الصينيين، الشركات الصينية اللي موجودة اليوم لها دور كبير عشان نتعرف عليهم ونشوف شنو الميزات اللي ممكن يعطونا حق دول مجلس التعاون. هذه المنتدى جدا مهم بحكم العلاقة المتينة والمتميزة بين مملكة البحرين وبين جمهورية الصين. اليوم رأينا جميع وزراء التجارة موجودين، وكان المنتدى جدا قيم، وتطرقوا إلى سبل التعاون وتطوير العلاقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين. وقد دعا المشاركون في المنتدى إلى تعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول الخليج العربي، ما من شأنه تحقيق موائمة أفضل ما بين مبادرة الحزم والطريقة الصينية واستراتيجيات ورؤى وخطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإفساح المجال كاملاً أمام المزايا التكاملية وخلق محركات نمو جديدة بشكل مشترك وتعزيز العلاقات والتنمية للجانبين. خولة الشريف لتلفزيون البحرين من مدينة سيامين الصينية.